جورجي انتونوف بيلعب مان تو مان على طول، هو مع حسام وفاول لعب بتاع سلطان صبري، بيلعب سلطان حلوه لياسر ريان، وهجمه مصريه وهجمه مصريه وهجمه مصريه، وبيعمل الاوفر ومين يقابل، لكن تطول الكوره وهجمه حلوه والله. احمد حسن حلوه شطت على الارض وجول وجول جول وجول جول. حسام حسن، حسام حسن اتشاطت مرتين وجات له، جات للصياد، جات للصياد حسام حسن في الدقيقه 12. حسام حسن هدف مصر في الدقيقه 12، اتشاطت ثلاث مرات واعلام مصر على طول طلعت، اي حاجه جميله جدا طبعا كان مستنيها الصقر المصري الهداف المصري، هتشوفها تاني داخل هذه خشبه شايط اهو، تيجي في لاعب من عندهم تصلح وتتقشر لحسام، وما دام حسام هو الشبكه يبقى في الشبكه على طول، يبقى في الشبكه على طول. حلوه حلوه، والضغط بتاع كابتن جاره اللي ابتدى بيه المباراه جاب نتيجته، والجول جميل قوي 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 حطها حسام على شمال جورجي بينكوف عشان يجيب مصر الهدف الاول في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول، 1-0 لمنتخب مصر. وكره في الحته الفاضيه والسريع عبد الستار صبري، عبد الستار يلا عبد الستار، وماشي وماشي عبد الستار، ولسه وعايز يجي يخترق من ناحيه الشمال يلعبها على طول عالية، هوبا يا 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 حازم يا حازم، الكره اللي فاتت كانت ممكن تيجي جول، اتعملت تماما بالمرمى، حازم عملوها 1 2 حلوه جميله جدا، نفس اللعبه بتاعت جنوب افريقيا اللي جه منها الجول الثاني اللي جابه طارق مصطفى. ستيش كوف هو طبعا بقى هو الكابتن وعمال يكلم زمايله، وتترد الكره لاحمد حسن، واحمد حسن بيلعبها لحسام ومش اوف سايد، ومش اوف سايد، لو اتعادل لها كان هيروح هو الجول. وحلوه يا احمد، وحلوه يا احمد، وماشي احمد، وماشي احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد، اعملها بالعرض كانت هتبقى احسن، وبيلعبها بالعرض فعلا لحسام، والتاني والتاني يا عجول يا عجول. في الدقيقة 32 حسام حسن، حسام حسن النهارده فرقة ما شاء الله بتلعب كرة جميلة جدا جدا، وهاتها من الشبكة يا جورجي يا بيتكو، اتعملت حلوة 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 من أحمد حسن، هنشوفها تاني أهو، والصقر المصري الذهبي حسام حسن ملوش حل قدام المرمى، قدام المرمى ملوش حل، شوف أحمد حسن عمل فيها مجهود كبير جدا ومع التاني لعيبة، بص البصة إيه، وهوبا وهوبا والراس الذهبي والسقف الذهبي المصري حسام حسن جوه جول جوه جول، الجول الثاني الجول الثاني، لكن عمل فيها احمد حسن مجهود كبير جدا جدا جدا، احمد حسن يلعبها على طول بالعرض، وكوره بالعرض بقى ما لهاش حل، وياخد الخطوه قدام بتاعته حسام حسن ويحطها جوه الجول، جميله 2-0 لمصر، 2-0 لمصر، نلعب فعلا الجيم جميل جدا لغايه دلوقتي، ومسكين الكوره على الارض وانتشارنا كويس قوي، يا ريت نكمل على طول كده قدام، وتلعب الكوره طويله تحت في السكه استشكوف، وبيلعب الكوره طويله لكن توصل على طول بيلعبها محمد يوسف، يلا محمد ما فيهاش استشكوف، نرجعه على فكره المدرب على مسؤوليته ديمتريوس ديميتار اللي كان متشال من المنتخب بعد كاس العالم اللي فات 98 في فرنسا، وزي ما بيقول حضرتك غلبوا 5-1 و1-0 وياسر اهو، والحته بتاعت ياسر اهو، وباشا ياسر يعمل الكوره من عنده عاليه، هوبا هو يا حازم وحظك، يا حازم وحظك عملها حلوه حلوه حلوه، ياه على سرعه رده الفعل بتاعت حازم، الكوره اللي فاتت وقعت تجيب الجول، المره الاولانيه عينت فوق ودي جت فوق بلياردو، بلياردو كان هيجيب الجول التاني، كان هيجيب الجول التالت، حازم عملها حلوه قوي قوي الكوره اللي فاتت، كوره تاني اهو بيعدوها تاني، وعمل الاوفر ياسر ريان، وبتكوف تقع من ايده، وهنشوف حازم بقى يلعبها على طول اهي، اول ما تقع من ايده حازم عملها حلوه وتيجي في الفاينل اي، زي ما تكون صعبان عليهم ان الكوره ما جاتش جول يعني، المصور يعني لعبت الكوره وهتقع من ايد بتكوف، وتقع من ايده كتير قوي، ويخش على طول حازم يلعبها ببطن رجله، مش راحت فين؟ ده ماشي بقى لا ماشي على عرضك. وطلع على طول ما شاطش ما اديش اي مساحه، بيلعب الكره ثاني بالعرض، وهجمه بالغريبه ليوفوف رقم 9، يوفوف يلعبها ال 11 الي، وداخل مع احمد حسن الثاني، ويخش احمد حسن وتيجي بره، وهشوف الحكم مديها ايه؟ مديها رامي التماس لمنتخب بلغاريا، وفي حته ويطلع ثاني كورنر، طلع ثاني كورنر ابراهيم حسن.
ثلاث اربع ضربات ركنيه على تحت بتاع الوقت الاصلي من زمن الشوط الاول ده في الوقت البدل الضايع، وهجمه بلغاريه وخطر 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 ويخش الكوره وتطلع الكوره بره ويشوف الحكم مديوك يدي الكوره ضد انذار. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، تاني برضو المشاهد اليه ياخد انذار. ده حكم ده كان لعيب كوره 100%، ده لعيب كوره 100% طبعا، لعيب كوره 100%، لعيب كوره 100%، ان ما حدش جه ناحيته خالص، ما حدش جه ناحيته خالص. ده انت على مين بقى؟ على مين يا عم اليف؟ على مين؟ ما حدش جه ناحيته. ابراهيم ما لمسكش، ابراهيم ما لمسكش. مشاهد هو، انا قلت لحضراتكم تالت واحده ايه؟ اللعيب جاي كبير قوي. هيلعبها هو لغايه دلوقتي اللي بيلعب ناحيه اليمين، يزق الكوره ويطلعها، وضغط بالغالي على مصر، وضع طبيعي طبعا. وادي استشكوف اهو طبعا، اللعيب الكبير قوي هيلعبها هو لغايه دلوقتي. كل اللي عمله الكور اللي بالعرض بيعملها خطره طبعا جدا، وبيعملها الواو، ونادر 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 يطلع ياخدها من البعيده، بيعملها الواو اللافته، ونادر يطلع ياخد الكوره حلوه. محترف في نادي بروج في بلجيكا، واخد احسن لاعب في الدور الاول، في احسن حارس مرمى في الدور الاول في بلجيكا، ما شاء الله. الارض تبقى احسن كتير قوي، وابتدى يهدم اليان ستانيوف اهو من ناحيه الشمال، من ناحيه الشمال، وخطره واحد على واحد. انتوا عايزين كده؟ والحمد لله والحمد لله، خطره جدا. اليان ستانيوف جاي من ورا ويصلحها له رقم 11 اليه، وكانت ثاني واحده خطره ايه على منتخب مصر، عملها السجان وياخد من اليف، اليف صلحها له وشايطها على شمال نادر السيف، شايطها على شمال نادر السيف، وتطلع الكوره بقى، وتطلع الكوره، لكن خطره جدا. وابتدوا يقربوا، وعايزين نعمل العمق الدفاع اللي كنا عاملينه في الشوط الاول، واقفين منطقه نص المرمى كويس. تشكر يسيبها رقم خمسه اليان ستانيو اللي خد مكانه من الليف، وطلع اللي قدام دلوقتي ناحيه الشمال. تشكوك بتحس ان الكوره حاصل الخطا، تطلع الكوره ثاني عند الظهر، وخطره من كوتشي، ما شوتشي ما شوتشي، ونعمل التكتل الدفاعي. يا ولد يا نادر يا ولد يا نادر، قطع الكوره، كانت خطره جدا الكوره اللي فاتت، وهجمه ثانيه. وخلي بالنا بقى، وخلي بالنا ان ابتدوا يضغطوا جامد، وفي فرص كتيره بتزيد، وهجمه بالغالي كده بيلعبها ناحيه اليمين لراد السين، وبيعمل الكوره بالعرض، لكن يحط رجله ياسر ريان ويلعب الكوره على طول قدام. والضغط بالغالي شويه على منتخب مصر، فرصتين دلوقتي جات لهم خاطرين، وابتدى فريق مصر اهو طبعا يمسك الكوره، وعايز يربع ايضا، ده لسه نازل رقم سبعه برضه، عمل تغييرين لكن ما جاناش لسه اسمه، وبيلعب الكوره عاليه، ونادر السيد، ونادر السيد، يا 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 ونادر السيد قبل رقم تسعه يهوف. يهوف كان هيلعبها لعبه فعلا فوق بالهيد من حته خطره جدا، لكن نادر السيد معاها يا ولد. يهوف هو رقم تسعه، كان الرابع في المركز الرابع في المرمى. شوف لعيبه اليف، لكن نادر السيد طلع على طول قطع يا ولد. هنا نادر طلع كوره على طول تاني بالهيد، يلعبها الناحيه الشمال الاثنين اللي رقم خمسه وبيلعبوا كرة سريعة قوي دلوقتي. هنا رقم 8 تشكيك اللي خد ناحية الشمال دلوقتي على طول جنب ابراهيم حسن، ويعمل الكرة بالعرض، خطرة، ونادر ونادر يمسكها على طول. الكرة اللي حطت كانت خطرة جدا. وليد برضه بيلعب زي الهجمة الأخرانية دي كده، بتبقى واحد مع واحد ويلعبها طويلة عند حازم، وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم، وتاني حازم وتاني حازم، وبيعدي حازم، وخطرة، ودخل جوه، ولا حازم ولا حازم، وكان هو جون، والحكم هو يلعب، كان هيبقى هو جول. الكرة اللي فاتت عدى من اثنين لعيبة، وكان هيبقى هو جول حازم كمان، وزعلان طبعا عشان الفرصة اللي ضاعت دي. وتروح الكرة وخطر وخطر وخطر، ويلم ويلم ويلم، ويمد الحكم اوف سايد على بلغة.
شوف بقول لحضراتكم الهجمه المرتده بتاعتنا بتبقى خطره جدا. ازاي بتبقى خطره جدا جدا جدا؟ ان الكره اللي فاتت كان حازم عدى خلاص بقى هو وجهه. الكره اللي فاتت دي عدى من ثلاثه لعيبه وهنشوفها تاني اهو، هنشوفها تاني اهو. وترقيصه وبيستغل المهاره بتاعته ومعاه رقم سته، ومعاه رقم سته حطها بالرجل وعدى، وعدى بالرجل وكان رايح هو جون هو هو جون هو جون هو جون، وعايز يلم وتستعمل في رجله ويروح هدف اكيد من حازم بعد ما عملها لنفسه مره لسابع مره. هو جون واتلعبت الكوره على طول لياسر، ياسر لحازم، يلا يا حازم، وحازم بيلعبها ورا ومين يشوط وحلوه يا على الكوره، يا على الكوره وحطيتها شايطها في الجون. تصليحه من حازم لهادي خشبه، وايوه كيف وايوه كيف، عايزين نشوف لعيبه حازم هو الهادي ويلم ويشوف شاف من بعيد قوي قوي ويديني شوطه حلوه حلوه حلوه. عامل ماتش هو وامن عبد العزيز يعني زي ما حضراتكم شايفين اهو، يارده واحده يارده واحده على يمين بيتكم داخلين على رجل. خطوره كبيره جدا وداخل عبد الظاهر السقا ويلعب الكوره لنادر، ونادر على طول اعصاب الهاديه بقى بتاعت نادر، احنا ما بنستحملش الحاجات دي يا نادر، ويلعب الكوره على طول لهادي خشبه. هادي خشبه وهادي خشبه يقمطين عبد الظاهر، عبد الظاهر تاني بيلعبها لهادي، وهادي بيلعبها اماميه لايمن، وماشي ايمن وماشي ايمن، ويلا حازم امام، حازم امام، وجول جول جول يا لعيبه كبير يا لعيبه كبير يا حازم امام. تاني نقلتين عبد الظاهر، عبد الظاهر تاني بيلعبها لهادي، وهادي بيلعبها اماميه لايمن، وماشي ايمن وماشي ايمن، ويلا حازم امام، حازم امام، وجول جول 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 يا لعيبه كبير يا لعيبه كبير يا حازم امام. ترقيصه وجود على طول، ترقيصه وجود، جون جميل. الجون الثالث لحازم امام في الدقيقة 35، في الدقيقة 36 عملها حلوة قوي. شوف المهارة الفردية في الأبوان ازاي، وتاني مرة حطها بالرجله، تاني مرة بالرجله، وعلى طول المرة دي جوه الجون، ويجيب جون جميل، جون جميل يا حازم، حلوة حلوة حلوة. استغل مهارته الفردية بص حطها بالرجل اهو، وبقى هو الجون، ولحظة خروج حارس المرمى على طول المرة دي وشاطها حازم جوه الجون. جون جميل يا ولد يا ولد يا لعيب، حقيقي جون جميل قوي. وادي بيتكوف جابها ثلاث مرات من الشبكه، وجمهور مصر اهو، جمهور مصر طبعا بيحيي في كل مكان حتى في اوروبا كله موجوده، والعلم مصر الجميل، وحاجه تفرح كده ان شاء الله يعني من البطوله دي من نصيب مصر، ان برضه بتدي اسم كبير قوي قوي لمصر في اسيا، وان مصر بعيده عن اسيا. كاتب اهو حازم امام رقم 14 اللي جاب الجول الثالث لمصر في الدقيقه 36. هادي تاني بيلعبها في فاول فعلا على منتخب مصر، تاني بقى طبعا اللي بيلعب الحته دي كلها سليشكوف، فاكرين جاب جول زي ده في المانيا في امريكا 94، جاب جول جميل جدا من مصر. لكن ان شاء الله باذن الله هيبقى نادر السيد جميل، وال جول في المانيا في 94، هم بيلعبوا اربعه في المانيا في 94، خرجوها طبعا كانت اكبر مفاجاه في البطوله، وهيلعبها على طول ستشكوف اهو، وبيوقف الحيطه بقى اللي دي الحاجات بتاعته، وعايز يعمل الحته بتاعته كده قبل الماتش ما يخلص. وحائط بشري لاولادنا الابطال فريق مصر، كله رجع لورا وبيسقطها كان كمان يطلع 94، تطلع الكوره فوق وبيعملها هو تملي حلوه قوي قوي. طبعا كان لعيب كبير جدا جدا ستشكوف، وعمل تسع مواسم بقول لحضراتكم مع برشلونه، وكرويف هو اللي كان جابه، وخد احسن لاعب في اوروبا 93، وخد برضو احسن هداف اوروبا 90، ولكن تتقطع الكره تروح لإليف، وماشي إليف وبيلعب الكره بالعرض، وخطره 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 جول 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 خساره جول خساره جول ده جول رقم 9 لجول، جاب لجول الهدف في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 44 يهوب، جاب جول في الدقيقة 44 ويجيب الجول الأول لبلغاريا. شوف اتلعبت ازاي اتلعبت ازاي، يعني احنا برضه وقفنا على الكورة شوية ولعبناها على مهلنا، ونخش على طول نشوطها في زاوية صعبة جدا جدا، شوطها جامدة أوي يهوب على يمين نادر السيد، عشان تبقى النتيجة 3-1 لمنتخب مصر. لعيبة حلوة أوي أوي إليه، عملها له واو من ورا دفاع مصر، يخش على طول في الزاوية القريبة وشوطها جامد جدا على يمين نادر السيد عشان يجيب الهدف بالهدف. دخلنا على الدقيقة 45،
واصبحت النتيجه 1 بلغاريا 3 مصر، وخرج عبد الستار صبري اهو ونازل مكانه عبد الحميد بسيوني، نازل مكانه عبد الحميد بسيوني، وابتدى كابتن جوري ينشط الناحيه الهجوميه ويدي فرص لعبد الحميد بسيوني وسام النبيل، وطبعا هيبقى عندهم فرصه الماتش الثاني، وزي ما احنا قرينا طبعا لا مش بقى اي فرصه شوطه، ما قدمش اي فرصه شوطه، والعمل بتشوط ده ما يشوطش ويشوطها في الحته الفاضيه خطره وتترد الكوره وتطلع بره الحمد لله، تطلع الكوره بره الحمد لله، ده من التماس اللي داخلين على الدقيقه الثانيه في الوقت بدل الضايق، هم دقيقتين وقت بدل الضايق، ويكتب اللي جايب الجول اهو يخش على على طول عليه ابراهيم، وماشي ابراهيم وبيلعب الكوره اماميه من رجل لرجل بقى، يلا احمد يلا احمد يلا احمد، يلعبها على طول ابراهيم، وابراهيم بيلعبها ورا لهادي خشبه اللي يلم يا ولد يا هادي، ويلعبها على مقله ناحيه الشمال ياسر غانم، ايوه كده ده اللي احنا عايزينه، يستهلك وقت ايجابي ويراجع الكوره ورا تاني على طول لعبد الظاهر لهادي، يلا يا هادي يلا يا هادي يلا يا هادي، ورجع لورا لعبد الظاهر الساقه، وانتهت الدقيقه الثانيه الوقت بدل الضايع، وكابتن الجوهري اهو عمال يتكلم مع لعيبته الوقت بدل الضايع، ويصفر فعلا الحكم عشان ينهي هذا اللقاء، ويليام يونج الحكم الاسكتلندي، وبفوز مصر فوز كبير على مين؟ على بلغاريا في اولى مباريات الدوري الاوروبي، ونلعب على الاول والثاني ان شاء الله يوم الجمعه. فازت مصر 3-1، جاب اهداف مصر حسام حسن في الدقيقه 12 و32 من الشوط الاول، وحاسم امام في الدقيقه 36 من الشوط الثاني، اما هدف بلغاريا فجابه يوفنتوس في الدقيقه 44 من الشوط الثاني، وبكده مصر تصعد الى النهائي ان شاء الله، وهتستنى بقى الغالب من فريق الماتش اللي هتلعب دلوقتي من هونج كونج والمكسيك، وان شاء الله تكون البطوله من نصيب مصر ان شاء الله. سيداتي انساتي سادتي Thank you.